أهلا بكم في رحاب منصة طرطوس التربوية، معكم المعلمة مارشا والسوف، ومعي مجموعة من أبطال الصف الرابع الابتدائي من مدرسة الشهيد أحمد محمود عمودي. نتعرف بأسمائكم يا أبطال، تفضلوا. علي عامر درويش. سيلين كمال حسن. نور عهد محمود. حسن أحمد سليمان. أهلا وسهلا بكم، ومجددا نلتقي لنخوض معا مغامرة جديدة من مغامرات الرياضيات الشيقة. ترى إلى أين ستأخذنا رحلتنا لهذا اليوم؟ نعم يا نور، للبحث عن كنز. صحيح، للبحث عن كنز. في الواقع رامي صديقنا في الصف الرابع هو من وجد خريطة الكنز، تتبع مسارها فأوصلته إلى كهف. لكن دعونا نرى هذه الخريطة أولا، والتي أراد منا أن يشاركنا رامي. أراد رامي أن يشاركنا هذه المغامرة لأنه يعرف كم نحب المغامرات، لذا دعونا نلقي نظرة إلى الخريطة. ماذا نرى في الخريطة يا حسن؟ نرى ثلاثة صخور، على كل منها إشارة استفهام، ونحن نعلم أن إشارة الاستفهام توضع في نهاية السؤال. إذن هناك أسئلة يجب على رامي أن يجيب عليها. صحيح، أن يجيب عنها. وما اسم الأسلوب الذي ينتهي بعلامة استفهام يا سيلين؟ أسلوب استفهام. صحيح، هذا رائع. وصل رامي إلى الكهف، فظهرت صخرة، وقف عليها رامي، فجاءه صوت يقول: أيها الساعي خلف الكنز، لن تحصل عليه ما لم تجب عن الأسئلة. فقال رامي، ماذا قال يا سيلين؟ قال رامي: سأجيب على كل الأسئلة إجابات صحيحة وسأحصل على الكنز بجدارة إن شاء الله، وهذا ما سنقوم بفعله أيضا. ظهر اللغز الأول، ما هو يا علي؟ استخدم توزيع الضرب على الجمع لحساب ناتج 2 ضرب 15. نعم تفضل. 15 هي 5 زائد 10، 2 ضرب 5 يساوي 10، و2 ضرب 10 يساوي 20، و10 زائد 20 يساوي 30. موافقون يا أطفال؟ نعم. إجابة رائعة، هذا ما أجابه رامي، أحسن. ظهرت صخرة، وقف رامي عليها، فظهر لغز آخر يقول: نعم يا نور، اذكر خواص المستطيل. نعم تفضلي. كل ضلعين متقابلين متساويان ومتوازيان، وكل زواياه قائمة. رائع، أحسنتي. أيضا ظهرت صخرة، أيضا قفز رامي، وأيضا ظهر لغز ثالث يقول: يا سيلين، لو أردت يا رامي أن تحيط حديقة مستطيلة الشكل بسياج عرضها 3 أمتار وطولها 5 أمتار، فكم مترا من السياج تحتاج؟ يا رائعة، فكم مترا من السياج تحتاج؟ فكر رامي وتذكر شيئا تقوله المعلمة دوما في الصف، ما هو يا حسن؟ نبهتنا المعلمة إننا إن أردنا حل لغز فعلينا أن ننتبه جيدا لكلمات هذا اللغز، فحل اللغز مختبئا داخله. رائع، طيب ما الكلمات التي استرعت انتباه رامي ورأى أنها ستقوده إلى الحل؟ نعم يا نور. تحيط مستطيلة مترا. تحيط مستطيلة مترا. سؤال، ما نوع كلمة تحيط؟ نعم يا علي. فعل مضارع منصوب بأن. جيد، أحسنت. إذا تحيط مستطيلة مترا، إذا لابد أن هذا اللغز، نعم يا سيلين، متعلق بالمستطيل. رائع، أحسنت، متعلق بالمستطيل. طيب أيضا فكر رامي وقال: إن كنا نسمي ما يفيد يا نور، مفيد. وإن كنا نسمي من يريد يا علي، مريد. فإذا نحن حتما نسمي ما يحيط يا سيلين، محيط. والمحيط إذا هو يا حسن، ما يحيط بالشيء. هو ما يحيط بالشيء، أحسنتم يا أبطال، المحيط هو ما يحيط بالشيء، من اسمه نعرف. بناء عليه نحن نعرف أن درسنا لهذا اليوم هو، نعم يا نور، عن محيط المستطيل. نعم يا رائع، درس رائع. نعم درس رائع أيها الرائع، أنتم رائعون يا أطفال. وبما أنكم بهذا الذكاء سأكلفكم بمهمة، انظروا إلى هذه الأشكال، ماذا نسميها؟
نعم يا علي، أشكال هندسية ونسميها مضلعات. مضلعات أو أشكال هندسية. طيب، سأوزع على كل فريق ورقة تحوي هذه الأشكال، وأريد من كل فريق رسم محيط هذه الأشكال، محيط كل شكل منها. مستعدون؟ نعم. لنرى إذن. تفضلوا. وأنتما أيضا. ولنبدأ العمل يا أبطال. إذن المطلوب رسم محيط كل شكل. هيا يا أبطال أظهروا الإجابات. إنه عمل صحيح. إنه صحيح. دعونا نرى. دعونا نرى. أحسنتم. دوروا جيدا. سنحيط الآن كل شكل. دوروا إلى هذا الخط الذي يسير حول الشكل. دوروا ويسير حول الشكل، أي كأنه نعم يا سليم، المسار الخارجي للشكل. المسار الخارجي للشكل، هذا رائع. أحسنتم. إذن ها قد توصلنا إلى مفهوم المحيط، وها قد أحطنا بعض الأشكال. دعونا نعود إلى اللغز مرة أخرى. انظروا إلى هذه الحديقة الجميلة. نعم يا نور. يا لها من حديقة جميلة تحيط بها الزهور. نعم، تجعلني أشعر بالجوع. نعم يا سليم. وبها مزروعات متنوعة. بها مزروعات متنوعة. نعم يا حسن. مفيدة للجسم. صحيح، مفيدة للجسم هذا. نعم. لعل صاحب هذا الحديقة يحب الغذاء الصحي. نعم. ونحن مثله نحب الغذاء الصحي. صحيح. لأنه يقوي الجسم وفيه الفيتامينات المتنوعة. كلام رائع، أحسنت يا بطل فعلا. انظروا إلى هذه المزروعات محاطة بماذا؟ علي؟ بالزهور. المزروعات محاطة، عفوا محاطة بالزهور، صحيح. ونحن الآن سوف نحيط هذه المزروعات وهذه الزهور وكل الحديقة بسياج. مفهوم؟ نعم. استمعوا جيدا إلى هذا الكلام لأنكم سوف تعملون معي. طيب، ماذا أخبرونا في اللوز؟ نعم يا نور. أنها مستطيلة الشكل. ماذا تقترحين إذا؟ أن نتعامل معها كأنها مستطيل. لنرى. ها هو مستطيل، أحسنت. ماذا أخبرونا عن هذا المستطيل؟ نعم يا سليم. عن أبعاده الطول والعرض، وقياس الطول 5 أمتار، وقياس العرض 3 أمتار. رائع. لنرى. 3 5، وكيف إذن سأحصل على طولي الضلعين الباقيين؟ كيف يا علي؟ نعتمد على الخاصية المتعلقة بالأضلاع بأن كل ضلعين متقابلين متساويان ومتوازيين. رائع رائع، لقد حصلنا على طولي الضلعين الباقيين، هذا رائع. طيب، والآن سأقوم أنا بإحاطة هذه الحديقة، لكن انظروا جيدا، ستربطون بين المحيط وبين شيء آخر ستستنتجونه أنتم. مستعدون؟ نعم. انظروا مرة أخرى. انظروا جيدا، ماذا استنتجتم؟ نعم يا سليم. محيط المستطيل هو مجموع أطول أضلاعه. محيط المستطيل، هيا دعونا نرى مرة أخرى، هو مجموع أطول أضلاعه. دعونا نعود إلى المضلعات التي قمتم برسم محيطها منذ قليل. أود أن أسألكم سؤالا، قاعدة محيط الشكل يساوي مجموع أطوال أضلاعه، هل تنفع هنا هذه القاعدة؟
ماذا تقولين يا نور؟ نعم، لأن جميعها تملك أضلاع. وهل أنتم موافقون مع نور؟ نعم. إذن هذه قاعدة أساسية في حساب محيط المضلعات. أما اليوم فنحن نحتاج المستطيل حصراً. والآن دعونا نعود إلى هذه النقطة أو هذه المرحلة حين حاطتي هذه المضلعات. أريد أن أسألكم سؤالاً، هل تنفع قاعدة، اسمعوا جيداً، محيط الشكل يساوي مجموع أطوال أضلاعه، هل تنفع هنا؟ نعم يا نور. نعم، لأن جميعها تملك أضلاع. لأن جميعها تملك أضلاعا، صحيح. إذن هي قاعدة عامة في حساب محيط المضلعات، هي قاعدة عامة، ولكن اليوم سنخص المستطيل. نعود إلى القاعدة الأساسية والقاعدة العامة مرة أخرى، والتي تقول يا علي: محيط المستطيل هو مجموع أطوال أضلاعه. لنرى ماذا يعني مجموع أطوال أضلاعه يا سليم؟ يعني محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض. عظيم. انظروا الآن إلى ترتيب هذه المفردات. هل نستطيع ترتيبها بطريقة أخرى يا نور؟ نعم، الطول زائد الطول زائد العرض زائد العرض. عظيم. طيب لاحظوا شيئا حصل، ما هو يا علي؟ نلاحظ أن هناك تكرارا ونستطيع استبداله بالضرب. كيف ذلك يا علي؟ بأن محيط المستطيل يساوي الطول ضرب 2 زائد العرض ضرب 2. أحسنتم يا رائعين. وهل تذكرنا هذه الطريقة بالكتابة بشيء تعلمناه في الفصل السابق؟ ماذا يا حسن؟ نعم. بماذا؟ توزيع الضرب على الجنب. إذا نستطيع أن نكتبها بطريقة مختلفة. نعم. ما هي؟ الطول زائد العرض بين قوسين ضرب 2. رائع، بين قوسين ضرب 2. وهنا علي أن أنبهكم إلى ضرورة استخدام الأقواس. دعونا نراجع معا ترتيب العمليات الحسابية. هيا يا سليم. الأقواس، ومن ثم الضرب أو القسمة، ومن ثم الجمع أو الطرح. إذن الأولوية للأقواس في العملية، علينا أن نعمل على الأقواس أولا، ثم يأتي الضرب أو القسمة، ثم بعدها الجمع أو الطرح بحسب ترتيبهم في العملية من اليمين إلى اليسار، أليس كذلك؟ نعم. طيب والآن ماذا لو كتبت محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض ضرب 2 فقط دون أقواس، ماذا يعني هذا يا حسن؟ لو كتبنا هكذا كنا سنضرب العرض ب2، وهذا يعني عرضان وطول، وهذه العملية خاطئة تماما بالنسبة للمستطيل. هذه العملية، أحسنت يا رائع، خاطئة تماما بالنسبة للمستطيل. انظروا، عرضان وطول واحد، ماذا يشكل هذا؟ نعم يا سليم، صندوق مفتوح. صحيح. إذا هذه العملية خاطئة تماما ومرفوضة تماما بالنسبة للمستطيل. والآن القاعدة الأساسية للمحيط، محيط المستطيل هو يا نور مجموع أطوال أضلاعه. القاعدة الثانية يا حسن تقول محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض ضرب 2 بين قوسين. طول زائد العرض بين قوسين ضرب 2. نعم. والآن القاعدة الثانية هي القاعدة المكافئة للقاعدة الأولى، إذن هي نفس الكلام ولكن بصيغة مختلفة، نسميها قاعدة مكافئة، تمام؟ نعم. بما أنكم وصلتم إلى هذه المرحلة بذكائكم اللامع، دعونا إذن نعود إلى دعونا نحل اللغز. هيا لنعود. يقول اللغز، نعم يا نور، لو أردت يا رامي أن تحيط حديقة مستطيلة الشكل بسياج عرضها 3 أمتار وطولها 5 أمتار، فكم مترا من السياج تحتاج؟ إذن لو أردنا أن نحيط هذه الحديقة فكم مترا من السياج نحتاج؟ كأنهم يطلبون إلينا، نعم يا علي، حساب محيط الحديقة. صحيح، حساب محيط هذه الحديقة. وبما أنكم وصلتم إلى قاعدة حساب المحيط، دعوني أوزع هذه الأوراق وأكلفكم بهذه المهمة. تفضلوا. ف
تفضلوا. هيا يا رائعين، لقد انتهينا. أحسنتم عملا، أحسنتم يا أبطال، سأمر عليكم. لقد انتهينا. أحسنتم، عمل رائع، عمل رائع، يا لكم من أطفال أذكياء. هيا لنرى بماذا فكرتم. محيط المستطيل يساوي مجموع أطوال أضلاعه. يعني محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض. لحظة، محيط المستطيل مجموع أطوال أضلاعه الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض. انظروا جيدا، الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض. أحسنتم، أكملي يا سليم. محيط المستطيل يساوي 5 زائد 3 زائد 5 زائد 3. محيط المستطيل يساوي 16 مترا من السياج. أحسنتم يا رائعين، وأنتم بماذا فكرتم؟ محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض بين قوسين ضرب 2. دوروا جيدا مرة أخرى، دوروا جيدا. محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض بين قوسين ضرب 2. دوروا، الطول زائد العرض بين قوسين ضرب 2. دوروا جيدا حتى تستطيعون تخيل المسائل بشكل ممتاز. فهمتم؟ نعم. عظيم، أكمل يا حسن. محيط المستطيل يساوي 5 زائد 3 بين قوسين ضرب 2. نعم. محيط المستطيل يساوي 8 ضرب 2. نعم. محيط المستطيل يساوي 16 مترا من السياج. أحسنتم عملا، أنتم أذكياء ورائعين. طيب، والآن انظروا، مترا، ما هي مترا؟ نعم يا نور، ما هي مترا؟ هي وحدة قياس الأطوال. هي وحدة قياس أطوال أو مسافة. انظروا، هذه المسافة، هذه المسافة نسميها مترا. ماذا نعرف أيضا واحدات قياس مسافة أخرى؟ نعم يا علي. السنتيمتر. السنتيمتر الذي نستخدمه في المدرسة دائما. المسافة بين كل رقم ورقم على المسطرة نسميها سنتيمترا. هو درس سوف نتعلمه لاحقا، لكن لا بأس من أن نمر عليه مرور الكرام. أيضا هناك وحدة قياس طول نتذكرها من الفصل السابق في درس المستطيل. ماذا كانت يا حسن؟ واحدة. واحدة أو وحدة. وهي نستخدمها عندما يكون المستطيل أو الشكل أين يصل؟ على الشبكة. على الشبكة، صحيح، أحسنتي. إذن واحدة قياس مسافات، هناك مترا سنتيمترا ووحدة، وعلينا الانتباه في المسائل جيدا عندما نحل حتى تكون الوحدة مطابقة. طيب، والآن إلى المخبر الافتراضي. والآن هيا نقوم بجولة في مخبر المنصة الافتراضي. انظروا جيدا، هناك الكثير من المجالات هنا. هناك النظام الشمسي، جسم الإنسان، علوم البكتيريا، الكيمياء والكهرباء، أعضاء الإنسان الداخلية، وكلها ثلاثية الأبعاد ورائعة جدا. ولكننا اليوم بحاجة إلى أمر محدد وهو في الرياضيات. انظروا جيدا ماذا نرى هنا. نعم يا نور. شبه منحرف، متوازي أضلاع. نعم حسن. مستطيل ومربع. صحيح، هناك زوايا وعلم مثلثات. انظروا أيضا،
هناك مجال للمجسمات أيضا، أضلاع، زوايا، محيطات، مساحات، مخبر رائع. اليوم نحن بحاجة إلى شكل محدد وهو يعني المستطيل. صحيح، سندخل إلى المستطيل. ضرو في الإنجليزية طوله يأخذ حرف A والعرض حرف B، أليس كذلك؟ نعم. والآن بما أنكم بهذا الذكاء، دعونا نقوم بتحدي ما. سأضع طول هذا المستطيل، سأجعله 3 سنتيمترا وعرضه 2 سنتيمتر، وسأطلب من كل تلميذ أن يقوم بالعمل لوحده ليخبرني كم سيكون محيطه. مستعدون يا أبطال؟ نعم. سأوزع على كل منكم ورقة وقلم. عندما أخبركم بأن تبدأوا العمل، تبدأوا. هيا يا نور وحسن، تفضلوا. إذن نتذكر طول هذا المستطيل 3 سنتيمتر وعرضه 2 سنتيمتر. هيا لنرى من الأسرع. لقد انتهيت. ما شاء الله، أحسنتم. لقد انتهيت. أحسنت يا سيلين. هيا يا علي. لقد انتهيت. إذن ما محيط هذا المستطيل؟ نعم يا نور. 10 سنتيمتر. وأنت يا حسن وسيلين؟ 10 سنتيمتر. أحسنتم. لنرى لنتأكد. دعونا نتأكد. عرضه 2، انظروا إلى المحيط. 10، تستحقون صفقة مني. أحسنتم عملا، أحسنتم يا أبطال. نعود إلى درسنا. ماذا لو قلنا عرض واحد زائد طول واحد؟ ماذا يعني؟ يمثل نصف مستطيل، يعني نصف محيط. عظيم، نصف محيط. وبالتالي ما قاعدة نصف المحيط يا علي مرة أخرى؟ محيط المستطيل. نصف المحيط. نصف محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض. الطول ضرو زائد العرض، هذا رائع. إذن لماذا نقول المحيط كاملا يساوي الطول زائد العرض ضرب 2 يا نور؟ لأن المستطيل له طولان وعرضان. هذه نصف المحيط، عرض آخر، طول آخر، وتصبح قاعدة المحيط الطول زائد العرض ضرب 2. أحسن، هذا رائع. قفز رامي إلى الصخرة التي تحمل الكنز وهم بفتحه، لكن لنرى، ظهر لغز رابع مفاجئ. يقول هذا اللغز يا سيلين، مستطيل نصف محيطه 30 سنتيمترا وعرضه 10 سنتيمترا، فما هو طوله؟ إذن ماذا لدى رامي من معطيات هنا؟ ماذا لديه يا نور؟ نصف محيط. نصف المحيط سنتيمتر. ويعرف أيضا العرض. العرض، أحسنت يا رائعة. وهذا ما سأكلفكم به، فكروا جيدا، تذكروا ما تعلمناه منذ قليل، ولنساعد رامي في حل هذا اللغز. فلتبدأوا العمل يا أطفال. لقد انتهينا. أحسنتم. لقد انتهينا. أحسنتم. إذن كيف فكرتم؟ كيف فكرت يا حسن؟ أنت ونور؟ نصف المحيط يساوي الطول زائد العرض. لحظة، دعونا نعمل معا. فكر رامي، يبدو أنه فكر كما فكرتم.
قال أن هذا مستطيل وهذا نصف مستطيل، يعني نصف محيط. إذن أن الطول يساوي نصف المحيط ناقص العرض. إن كنا نعلم العرض فأن الطول يساوي نصف المحيط ناقص العرض. أحسنتم، فكرتم بهذا الأمر أيضا؟ نعم فعلا تستحقون صفقة. أحسنتم عملا، أحسنتم. أكملي. الطول يساوي 30 ناقص 10 يساوي 20 سنتيمتر. نعم أحسنت يا رائعة. وأنتم أيضا فكرتم بهذا؟ نعم فكرتم بهذا الحل، رائعون يا أطفال. والآن فتح الصندوق. أين الذهب؟ أين الذهب؟ ماذا؟ لا يوجد ذهب؟ كلا كلا. هناك ورقة. ماذا تقول هذه الورقة؟ تقول إن كنت تقرأ هذا الكلام فهذا يعني أنك استطعت تتبع مسار هذا الكنز ووجدته بالرغم من أنه لم يكن سهل الإيجاد، وهذا معناه أنك صاحب ذكاء لامع وإرادة صلبة وعزيمة لا تلين. لا يوجد في هذا الصندوق ذهب تضعه في جيبك وتمضي، لكن فيه كلمات ذهبية ضعها في ذهنك وتذكرها دوما، فمن يستطيع الوصول لهذا الكنز يستطيع أن يحقق كل ما يصبو إليه. تذكر هذا الكلام كلما رسمت لنفسك حلما وكلما وضعت هدفا، فبإرادتك هذه تستطيع أن تجعل العالم مكانا أفضل وأجمل، وهذه المعرفة هي كنزك. إذن ما هو كنزنا؟ نعم يا علي، هو المعرفة. المعرفة والعلم هو كنزنا، وأنا سأوزع عليكم هذه الورقة التي تحوي هذا الكلام لتتذكروا دوما أن المعرفة هي كنز. هناك عبارة أحبها تقول كل شيء إذا زاد رخص ثمنه إلا العقل، فكلما زاد صار أغلى. فمباركة عليكم هذه المعرفة. إنها جميلة هذه الجملة. إنها جميلة هذه الورقة ورائعة المعرفة. نعم الجملة، هذا الكلام رائع صحيح. أستطيع أن أصف لكم فرحة رامي. ونحن فرحون مثل فرحتكم. أنا فرحة أيضا مثلكم. أعزائي أحبتي، مبارك لكم هذا الكنز، ومباركة لكم هذه المعرفة، ومباركة جهودكم. سنلتقي مجددا بإذن الله لنتشارك مغامرات أخرى فيها الفائدة والمتعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.